اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وتغطيه خاصه جديده بنقدمها لكم من داخل صاله التحرير. زي ما كلنا عارفين عن جماعه الاخوان الارهابيه انها بتحاول ومستمره دايما في نشر الشائعات وتزييف الحقائق من اجل زعزعه ثقه المواطن المصري في وطنه وفي قدره بلده على تحقيق الانجازات وتغيير الواقع. والحقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في عده مؤتمرات الفتره الاخيره سلط الضوء أكثر من مرة على أهمية الانتصار في معركة الوعي، وكمان التوعية من جانب المنصات الإعلامية لنقل الصورة الصحيحة للإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، وركز على أن المواطن البسيط ضروري يعرف الحقيقة دي. وهو الأمر اللي تجاوب معه على الفور حزب حماة وطن، واللي أطلق مبادرته لكشف ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية. بينضم لينا دلوقتي اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس مبادرة معركة الوعي، واللي هيكلمنا أكتر عن تفاصيلها. سيادة اللواء، بنرحب بحضرتك معانا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. محتاجين يعني حضرتك في الأول تكلمنا أكتر عن تفاصيل مبادرة معركة الوعي، وفي رأيك هل محاولات الإخوان في نشر الشائعات وزعزعة الثقة في الدولة بتنجح ولا لا؟ خلينا أقول لحضرتك إن إحنا الدولة المصرية بتواجه الحقيقة على مدار الساعة بحرب من الذباب الإلكتروني والمنصات والقناة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وكمان العناصر الكارهة لأمن واستقرار الدولة المصرية على مدار الساعة بيشنوا حرب لعدة أهداف. الهدف الرئيسي منها محاولة إسقاط وهدم الدولة المصرية، عايزين يرجعونا لمربع الصفر، عايزين يرجعونا للفوضى، عايزين يرجعونا لعدم الأمان في الشوارع، عايزين يرجعونا للتثبيت في الشوارع. ابنك او بنتك او زوجتك او انا شخصيا لما اخرج ابقى مش ضامن ان انا ارجع، مش ضامن ان ارجع سليم وما اتخطفش وما اتثبتش، او حتى ارجع الاقي شقتي او اسرتي او تجارتي ما حصلش عليها سطو. هم يتمنوا عودة الفوضى للدولة المصرية حتى يتمكنوا من الوصول او الوسوب الى السلطة في مصر، لانهم اصحاب رأي، يعني نحكمكم يعني نقتلكم. فهم دلوقتي المجهود اللي عملته القوات المسلحه والشرطه المصريه المجيده في حفظ الامن والاستقرار بيحاولوا يعملوا تشكيك وفتنه ما بينهم وما بين الشعب بمختلف الوسائل. في قنوات فضائيه موجوده في تركيا بيقودها بعض المصريين الفاشلين في الاعلام في مصر، هربوا وبياخدوا فلوس سوداء من دويلة قطر عشان على مدار الساعة يشككوا في مصر. نمرة اتنين، في دويلة بترصد أموال ضخمة لإنفاق فلوسها، بتقدم أموال سوداء لكل من يقوم بمهاجمة مصر. إذا احنا أمام قوتين بيعملوا على مدار الساعة لمحاولة هدم الاستقرار أو محاولة إسقاط الدولة المصرية، وأعتقد إن ده يعني إن شاء الله أحلامهم التي لن تتحقق. طب إحنا رأينا إيه كشعب مصر؟ هل إحنا نسيب الرئيس هو اللي يتكلم على الوعي؟ طب إحنا دورنا إيه كأحزاب وقوى سياسية؟ ده اللي خلاني الحقيقة بتكلم إمبارح لما لقيت الرئيس بيتكلم، والحقيقة يعني أنا قلت قلبي وجعني لما لقيت السيد الرئيس بيتكلم بمرارة على إن من يجب عليهم القيام بالدور الواجب لتوعية المواطنين ما نفذوش هذا الدور، وإن هناك في تقصير من كافة الذين يجب عليهم توعية المواطنين بهذا، وإن هناك في عدم وضوح لكثرة الإنجازات التي تحققت، وبالتالي مطلوب أن يكون في هناك جهد شعبي ويكون في جهد من الكافة عشان صحيح صحيح يا فندم. تقريبا الصوت قطع من حضرتك، هل حضرتك سامعني؟ نحقق معركة الوعي. أنا
بتقوم والأجهزة الأمنية بتقوم بحماية الدولة المصرية من الخارج، ومش خايف على مصر من أي عدائيات خارجية، أنا خايف على مصر من أي موقف يحصل جواها نتيجة الفتنة والشائعات. وبالفعل ده الخوف كله من أن المواطن البسيط يتعرض لحجم كبير من الإشاعات والفتن، وبالتالي ده بيأثر عليه وبيأثر على علاقته بعلاقة المواطن البسيط بأجهزة ومؤسسات الدولة. صحيح. طب أنا محتاجة حضرتك تكلمنا أكتر عن تفاصيل مبادرة معركة الوعي. الحقيقة اللي أنا معركة الوعي اللي أنا والمقترح اللي أنا عملت بمبادرة وأطلقتها، قلت إن إحنا الأسبوعين الماضيين كنا في تواصل مستمر كافة الأحزاب والقوى السياسية مع المواطن عشان انتخابات مجلس الشورى، وهنبقى الفترة القادمة بعد أسبوعين في تواصل أكتر للقوى السياسية وكافة المرشحين مع المواطنين لدعوتهم للانتخاب، ودعوتهم ان يبقى في كل واحد رايح بيقعد مع المواطنين وبيقول لهم عشان ينتخبوا فلان او ينتخبوا الحزب الفلاني. كويس؟ صحيح. طب احنا يا قوى سياسية قمنا ايه بدورنا؟ ايه الواجب اللي احنا نفذناه للحفاظ على امن واستقرار الوطن؟ انا شايف ان هتبقى فرصة مثالية ان احنا لو عملنا قاعدة وعملنا تنسيق وخدنا مجموعة من البيانات والمعلومات الصحيحة بواسطة مندوب من السيد رئيس الوزراء، التعاون مع بعض الجهات الإعلامية زي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، التعاون مع وزارة الشباب بما تملك من مراكز الشباب وأماكن لتجمع الشباب، التعاون مع وزارة الثقافة بقصور الثقافة المنتشرة في الجمهورية، يبقى احنا يبقى في تنسيق وتعاون ما بين القوى السياسية وبعض أجهزة الدولة بعد الإمداد بالبيانات. احنا في أثناء وجود كافة مرشحين الأحزاب والقوى السياسية وارتباطهم بالشارع الفترة القادمة نساعد في توصيل الحقيقة. كنا فين يا مصريين وبقينا فين؟ صحيح. كنا فين لما ما كانش فيه كهرباء وبتقطع 4-5 ساعات 3-4 مرات في اليوم، لما السواقين موتوا بعض عشان ياخدوا جاز في محطات البنزين، لما كان بيبقى فيه تثبيت في الشوارع والطرق، لما المحلات كانت بتفتح وتتنهب، لما كل واحد خايف على شقته وتجارته. كنا فين لما كان ساعتها بيوزعوا عيش الخبز ومكتوب عليه حزب العدالة والحرية لكن ما يتوزعش على بقية المواطنين؟ بقى عندنا منظومة وبقى الناس اللي ما بتاخدش الخبز بالكامل بتاخد نقاط وتستبدله وتشتري بيه حاجاتهم. كنا فين لما كانت نسبة الأمراض موجودة وفي منظومة ومبادرة 100 مليون صحة؟ كنا فين في كل الإنجازات؟ أنا مش هتكلم على الطرق، مش هتكلم على الكهرباء، مش هتكلم على الطاقة، مش هتكلم على تصدير الكهرباء والغاز، مش هتكلم على الأسمرات، مش هتكلم على العشوائيات والمناطق الخطرة اللي اتنقلوا وبقوا في مناطق ومساكن الناس بتوع الطبقة المتوسطة بيحسدوهم عليها. أنا بس شو مجهزة حضرتك يعني سؤال في الحتة دي، هل حضرتك شايف إن المواطن أصبح على القدر الكافي من معرفة الأمر؟ خليني أقول لسيادتك إن إحنا المواطنين الحقيقة كارهين إشاعات وكذب الأبواق الإعلامية للإخوان، ولكن يعني خلينا نبقى صراحة، في كثيرة من الأحيان بيتم فبركة فيديوهات وبيتم فبركة صور وبيركبوا صوت على بعض الفيديوهات ويقولوا القديمة ويجيبوا أحداث من 2012 و2011 ويقولوا إن دي حصلة دلوقتي. هل يا سيدتي كل مواطن في القرى والريف والمناطق البسيطة هيقدر يميز هذه الفبركة؟ لو أنا وحضرتك والناس اللي هتعرف تميز، لكن أعتقد أن نسبة كبيرة جدا من المواطنين غير قادرة، وبالتالي هندي فرصة أن هم يوصلوا وأن الناس تصدق.
صحيح هم بيصدقوا لحظيا، وصحيح ان المواطن عنده ثقه في القياده السياسيه، وصحيح ان المواطن بيحب الجيش والشرطه لان هم اللي بيامنوا له طريقه وشغله واكل عيشه، ولكن انا عايز اقول ان بيقولوا في مثل كتر الزن على الودان، مش عايزين نسمح ان هم يتنهم يزنوا على الودان. كمان لما يتقال اشاعه او يتقال كذبه احنا بسرعه نكذبها ونقول الصح ايه، الاشاعه دي صحيح. كذا الفيديو ده كذا. حضرتك في النقطه دي يعني بمناسبه دي، في راي حضرتك كيف تواجه المنصات الاعلاميه الشائعات ديت؟ يعني محتاجين نزود ايه في التناول من جانب الاعلام؟ خلينا اقول لحضرتك ان هذا الموضوع ليه ثلاث جوانب. جانب بيقوم بعدد من القنوات التلفزيونيه ان هي بتاخد بيانات من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء وتفاند بيه الإشاعات والأكاذيب، كويس؟ ولكن كم في المية يا فندم من أهل مصر بيشوف التلفزيون؟ كويس؟ منصات وخاصة منصات مواقع التواصل الاجتماعي هي بيبقى عليها يعني التداول. نمرة اتنين ما أنا جاي لساتك. نمرة اتنين الجرائد والصحف. نمرة تلاتة منصات التواصل الاجتماعي. أنا شايف أن أخطر حاجة هي منصات التواصل الاجتماعي لأنها بتنتشر بنسبة كبيرة. أنت عندك ممكن خبر كاذب أو فيديو كاذب بعد ساعة يكون محقق مليون مشاهدة. لو أنت ما عندكيش القدرة خلال الساعة دي أن أنت تقولي أن ده فيديو مفبرك أو دي صورة من 2012 وأن ده تركيب صوت عليه أو أن ده حصل إيدت عليه وإن شاله مثلا مسجد عمر أو كذا وبيقولوا حصل كذا، الناس هتصدق. وده حصل كتير وفي ناس بتنجح في إن إحنا ونجحنا في مواقف كتير إن إحنا نكذب الإشاعات اللي هم بيبصوها. ولكن أنت مطلوب من أجهزة الدولة، مطلوب من السيد رئيس الوزراء ان يبقى في امداد مستمر بالبيانات الصحيحه عشان نقدر نتواصل. طب انا عندي فرصه دلوقتي، ثلاث اسابيع جايين، اربع اسابيع، عندي فرصه. الاحزاب القوى السياسيه قاعده مع المواطن في الكفر والقريه والحي وبتقول له انتخب استاذ فلان والحاج فلان. طب الناس دي كلنا كقوى سياسيه علينا واجب، احنا مش فقط بنطالب حقوقنا، لا ده احنا علينا واجب. الواجب ده يتمثل ان احنا نقوم بدور التوعيه، الواجب ده بيتمثل في ان احنا نظهر كم الكذب والشائعات اللي بيعملوها، الواجب ده يؤكد علينا ان احنا نوضح للمواطن، وخصوصا ان انت مش هتردي على الواتس او الفيسبوك، مش هتردي من التلفزيون ولا الجرايد، انت هتردي للمواطن وانت قاعده معاه. بنقول له انتخب الاستاذ فلان ولا الحاج فلان، بنقول له انتخب الحزب الفلاني ولا القائمة الفلانية، بس بنطلع الموبايل أو وسيلة من وسائل الإشهار والتواصل وبنقول له الناس دي كذابة، عملوا كذا وعملوا كذا. الصح أهو لما المواطن يبقى قاعد معاك وانت تقنعيه. انت لو عملت كده في قرية واحدة العشر قرى اللي حواليها هيوصل لها الخبر وهتقتنع. يبقى أنا قلت ومبادرتي إن القوى السياسية تقوم بدورها. طيب يا فندم خليني ارجع مع حضرتك للمبادره، ايه هتكون خطواتكم خلال المبادره للانتصار في معركه الوعي؟ الحقيقه ان انا طلبت ان السيد رئيس الوزراء يكلف حد بامدادنا بالبيانات والمعلومات الصحيحه ويبقى الكلام ده على مدار الساعه. نمره اتنين ان هيبقى في تعاون مع الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام. نمره ثلاثه تنسيق مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة، وأنا في حالة إن السيد رئيس الوزراء هيتبنى وهيوافق على المبادرة، أنا بدعو كافة الأحزاب والقوى السياسية إن إحنا نجتمع ونحط إيدينا في إيدين بعض وما نبصش تحت رجلينا. أنا لو خدت كرسيين زيادة ولا الحزب الفلاني خد كرسي زيادة وفلان نجح وفلان استنى، دي كلها مكاسب وقتية، كلنا ما نبصش تحت رجلينا. لكن احنا عندنا الوطن، عندنا مصر أهم من الحزب، عندنا مصر وأمن واستقرارها
يجب ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، يجب ان احنا نرتقي فوق مصالحنا الشخصيه ونشوف مصلحه الوطن، لان هو ده البيت الكبير اللي احنا بيحمينا، واللي الحفاظ عليه واستقراره هو اهم واجب على كل من يعيش فيه. اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس مبادرة معركة الوعي، بشكر حضرتك لوجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكرا. شكرا لك جدا. وبكده تكون انتهت تغطيتنا الخاصة، أعدتها إسراء عبد القادر وقدمتها لكم شروق وجدي، وانتظرونا في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.